السلام عليكم ورحمة الله. الصحابة مرة والنبي عليه الصلاة والسلام بيخطب الجمعة إذ بهم يغادرون الخطبة ويتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب، ونزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى اللي آخر آية من سورة الجمعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هل ده معقول فعلا الصحابة يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب؟ أيوة. كيف هذا؟ ولماذا هذا؟ وما سبب هذا؟ وكيف عالج القرآن الكريم أو عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا روايتين، رواية عند البخاري ورواية عند مسلم ورواية عند أبي داود في مراسيله. الرواية الأولى عند البخاري عن جابر يقول: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما، وهم قاعدين كده. خلي بالك ان الروايه بتقول ايه، بينما نحن نصلي. هتلاقي في روايه تانية عند مسلم سيدنا جابر بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعه. نفهم بقى ان هم كانوا بيصلوا ولا كانوا بيخطبوا الجمعه؟ خلي بالك، بينما نحن نصلي قالوا ان 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 هنا وحسبها من باب تسميه الشيء بما قاربه، كما قال شراح الحديث. يعني ايه؟ مش هو بيقول لك أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة؟ فهم كانوا بيأدوا خطبة الجمعة وكانوا قاعدين بيستمعوا الخطبة منتظرين صلاة الجمعة، فباعتبار الانتظار للصلاة هم في إيه؟ هم في صلاة. فهو حكمها كده، يعني هو بينما نحن نصلي هم كانوا بيستمعوا الخطبة، وإلا ما كانوش هيعرفوا إن هم يلتفتوا للعير ويلتفتوا للقابلة القافلة اللي جاية من الشام وهم بيصلوا، فهم كانوا منتظرين الصلاة، فحكموا في حكم منتظر الايه؟ في حكم الايه؟ منتظر الصلاة. خلاص كده. بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي معهم إلا 12 رجلا. يبقى كل الصحابة قاموا من قدام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيه؟ إلا 12 واحد. حتى في رواية بتقول كان فيهم أبو بكر وعمر، وراوي الحديث مين؟ سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ورضي الله تعالى عن أبيه عبد الله، ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر وعن كسائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين بقوا أو الذين إيه؟ غادروا. يبقى هو بيقول إن القافلة لما جت من الشام وهي تحمل طعام، العير جاية وعليها طعام، فالتفتوا إليها. قالوا الالتفات هنا كان التفات بالوجوه وبالقلوب. البعض قال لك هم ما قاموش، قال لك لا، بس الراجع ان هم قاموا. ولذلك حتى الآية واضحة لما نزلت وتعتم على الصحابة بتقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوا إيه؟ قالوا انفضوا إليها، يعني سابوا المكان وقاموا، تحركوا وانتقلوا إلى مكان آخر. وتركوك قائما، ده معناه إنه كان يخطب الجمعة إيه؟ قائما صلى الله عليه وسلم. حتى في الرواية الثانية بتاعت مسلم جابر بيقول أن النبي كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس، يعني قاموا مسرعين، حتى لم يبق إلا 12 رجلا. فنزلت الآية اللي هي آخر آية من سورة الجمعة اللي احنا قرأناها على حضراتكم منذ قليل، آية رقم 11: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. في مراسيل أبي داود، سيدنا أبو داود يعني الإمام أبو داود صاحب السنن، بيقولوا ان القافله هذه يا شيخ انا انفضوا اليها، كان يصلي الجمعه، كان يصلي الجمعه، كان في الاول في اول فرض الجمعه كانت زي العيدين، الصلاه قبل الخطبه، مش زي احنا دلوقتي الخطبه ثم الايه ثم صلاه ركعتي الجمعه، لا، كانت زي العيد، صلاه اولا ثم ايه ثم خطبه. كان رسول الله يصلي الجمعه قبل الخطبه مثل العيدين، حتى كان يوم جمعه والنبي يخطب وقد صلى الجمعه، فدخل رجل فقال ان دحيه قدم بتجارة. يبقى القافله اللي كانت جايه من الشام دي كانت بتاعت مين؟ بتاعة
بتاعت دحية بن خليفة الكلبي، وهم لما عرفوا سمعوا بيها وكان الناس محتاجين. يعني السهيل بيقول لك ايه، ذكر اهل الحديث ان دحية بن خليفة الكلبي قدم من الشام بعير لو تحمله طعاما، وكان من عادة العرب لما واحد يجيب قافلة او كانوا يستقبلوها بالذات بتاعت دحية، يستقبلونها بالدفوف ويستقبلونها باستقبال حافل ويقيمون له مراسم استقبال، فعملوا ده. حتى القرآن سماها ايه، طبعا القافلة تجار، والطبل او الدفوف اللي كانوا بيستقبلوا بيها القافلة اللي جاية من الشام ده ايه، بيسموها له تحمل طعاما، وكان الناس اذاك محتاجين، يعني احتياجهم. خلي بالك بقى، هم عملوا ده ما عملوش عن عمد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتب عليهم. واحد، اثنين، ان هم كانوا محتاجين. ثلاث، قالوا ده كان في بداية الدعوة وكان في زمن الهجرة ولم يكونوا على دراية بالاحكام الشرعية الكافية او لم يكن فيها شيء. اربعة، ان هم بعد الموقف ده ما اعادهوش تاني لان القرآن عتب عليهم. ربنا قال ايه له، وتركوك قائما، كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يبقى هم انفضوا عن النبي، تركوا النبي وهو يخطب، هو ده كان امر جديد، القرآن عتب عليهم فما عادش عليهم، لم يعودوا لها مرة ثانية، وكانوا في عوز وكانوا في حاجة، ولذلك قاموا الى هذه القافلة لحاجتهم اليها. ولم يكن هذا عن قصد، انما هو كان اجتهاد من الذين قاموا، اللي هو احنا يعني صلينا خلاص كده وقاعدين بنحضر الخطبة، وكأن احنا بعد الصلاة، خلي بالك، وكأنه ظنهم، قال ايه، قال الامام النووي، ظنوا انه لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة، وانه قبل هذه القضية انما كان يصلي قبل الخطبة، خلاص كان ايه يصلى قبل الخطبة. يبقى هو الامام النووي بيقول لك ان هم ظنوا ان عملهم ده ما مش هيلام عليهم ولا يعتب عليهم قوي ولا مطلوب منهم، انه لا شيء عليهم في الانفضاض قبل الايه، قبل الخطبة. ولذلك انتوا حتى في العيد، بعض الناس، كتير من الناس، مش بعض الناس، بعد ما بيصلي ركعتي صلاة العيد مع الإمام وبيحضر له شوية من الخطبة ويمشي، ما بيكملش الخطبة، أو بيصلي ويجي ماشي خلاص كده. ففعل بعض الصحابة أو الصحابة الذين انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوها كده، إنه وظن إنهم ما عليهمش حاجة، خلاص طالما هم صلوا فالأهم ليه الصلاة. يبقى إحنا تحدثنا عن كيف تركوا النبي وسبب تركهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف عالج القرآن، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا. يبقى عرفنا ليه وكيف ولماذا ترك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب الجمعة. شوفوا على خير.